حوار مباشر بين المختصين والمعنيين في الجهات والمؤسسات بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة تحقق خلال ندوة تشغيل المعاقين الواقع والحماية القانونية التي ارتأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تنظيمها من منطلق اهتمامها وتأكيدها على ضرورة إدماج المعاقين في سوق العمل سعيا من أجل الدراسة والتحليل وإبراز دور القوانين والأنظمة لحماية هذه الفئة ووصولا إلى رؤى مستقبلية تساهم في دمج المعاق في سوق العمل. لأن للمعاقين الحق في ضمان اقتصادي واجتماعي وفي حياة كريمة، ولهم الحق حسبما تسمح إعاقتهم في الاحتفاظ بعملهم أو شغل وظيفة مفيدة ومنتجة لهم. ولقد شاركت دولة البحرين المجتمع الدولي اهتمامه بهذه الفئة بصفة عامة وبحقهم في إيجاد فرص عمل كريمة ومناسبة لظروفهم بصفة خاصة. إن تشغيل المعاقين في بلدنا آخذ في الآونة الأخيرة حيزا طيبا ومساحة واستجابة ملموسة من أصحاب العمل، مما ساعد على دخول المعاق في سوق العمل ليثبت من خلال عمله وأدائه ما لديه من طاقات وإمكانات وما يتمتع به من مهارات، وإنه لا يقل جدارة وتفوق عن الأسوياء. ومع هذا فإن طموحنا أكبر من ذلك بكثير، حيث نطمح إلى تحقيق فرص العمل لمستحقيها من المعاقين. ندوة تشغيل المعاقين الواقع والحماية القانونية تعقد لإبراز دور القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة البحرين لتشغيل وحماية المعاقين، وإلقاء الضوء على اتفاقيات العمل العربية والدولية ومواثيق الأمم المتحدة وإعلاناتها المتعلقة بتشغيل المعاق وحمايته. قضية تشغيل المعوقين من القضايا الهامة التي يهتم بها كل العاملين في حقل المعوقين، اعتبار قضية أساسية بتوفير لقمة العيش للإنسان المعوق من جانب، ومن جانب آخر مشاركة هذا الإنسان في مختلف الحياة الاجتماعية وأداء واجبه في خدمة وطنه وأمته. بالنسبة للجنة العامة لعمال البحرين، حريصة كل الحرص على متابعة قضايا العمالية سواء كانوا المعاقين أو الأسوية. طبيعي أن يكون للجنة متابعتها بشكل عام وبالأخص في الجانب القطاع الخاص، طبعا من مهمتهم. احنا في الحقيقة من خلال متابعات اللجنة نتابع القضايا المتعلقة سواء بتشغيل المعاقين أو القضايا المتعلقة بهم من خلال المشاكل اللي يمكن أن تعترض حياتهم العملية. ندوة تشغيل المعاق بين الواقع والحماية القانونية ندوة تؤكد حق المعاق في الحصول على فرص العمل التي تتناسب مع قدراته وأمكانياته باعتباره فردا يجب عليه العمل ما دام قادرا على ذلك من أجل دمجه في المجتمع ومباشرة حياته في وضع متكافئ كبقية أفراد المجتمع الأسوية. معصومة عبد الكريم، برنامج باب البحر.